ينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبد العزيز الفاخري. عبد العزيز، ما تفاصيل أجندة جلسة اليوم؟ وهل من المتوقع أن يتم التوصل لحل الخلافات حول الميزانية بشكل خاص بين دبيبة ومجلس النواب؟ بداية، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحك، ذكر بأن جلسة اليوم سوف تخصص لاعتماد الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، ولكن هناك كثير من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا وجهزوا أسئلة للسيد عبد الحميد دبيبة حول الكثير من القضايا، منها على سبيل المثال مسألة بعض التجاوزات على المستوى الإداري والمالي طيلة الثلاثة أشهر الماضية منذ أن أدى السيد عبد الحميد دبيبة القسم القانونية كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية. أيضا هناك من يتحدث على مسألة الآن ما مدى ارتباط السيد عبد الحميد دبيبة بالمؤسسة العسكرية والقيادة العامة للجيش الليبي، خاصة بأن السيد عبد الحميد دبيبة قد قدم في هذه الميزانية موازنة لإحدى المجموعات المسلحة وما يعرف بجهاز دعم الاستقرار المنشأ في وقت سابق من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق في ليبيا، بينما لم تضمن الميزانية المعدة والمخصصة للجيش. كل هذه الأمور بالإضافة أيضا إلى التوسع في هذه الميزانية المقدرة ب 93 مليار دينار مع وجود بنود الطوارئ على سبيل المثال دون تحديد أوجه الإنفاق والصرف، كذلك بند التنمية المستدامة والذي يتطلب سنوات طويلة بقيمة 23 مليار دينار على أقل تقدير في فترة حكومة عمرها لا يتجاوز الآن الستة أشهر قبل الذهاب إلى موعد 24 من ديسمبر وبالتالي إجراء الانتخابات. هذه التساؤلات حاضرة بشكل كبير من الغالبية من أعضاء مجلس النواب، ولكن على ضوء الجولة التي قام بها السيد عبد الحميد دبيبة فور وصوله إلى مدينة طبرق عصر يوم الأمس ووقوفه على عدد من المنشآت والمرافق والقطاعات الخدمية بمدينة طبرق، والوعد الذي قدمه سواء كان للمواطنين أو للمسؤولين عن بلدية طبرق بأنه سوف يتم حل حالة الكثير من المختنقات والأزمات التي تعاني منها كل المدن في ليبيا فور أن يعتمد مجلس النواب الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية. وزير المالية بالإضافة إلى عدد من الوزراء سوف يحضرون أيضا إلى هذه الجلسة، هي جلسة مثول استجواب أسئلة تطرح على السيد عبد الحميد دبيبة حول كثير من القضايا، منها على سبيل المثال كما أفادنا أحد أعضاء مجلس النواب ما موقف رئيس الحكومة من الاتفاقية الموقعة في الفترة الماضية ما بين المجلس الرئاسي وكذلك الحكومة التركية بشأن التواجد التركي، زيارة وزير الدفاع التركي. كل هذه القضايا التي هي بالأساس تراكمات طيلة الفترة الماضية هي موجهة الآن إلى السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإجابة عليها. بكل تأكيد يعني من المتوقع أن تكون الجلسة اليوم ربما كما حامية أن تصعد الخلافات أكثر، هذا وارد كاثرين. طيلة الجلسات الماضية كان يتم الاتفاق جدولة الجلسة بالأجندة التي سوف يتم تخصيصها، ولكن دائما هناك غالبية من أعضاء مجلس النواب، عدد كبير من أعضاء البرلمان الذين يتحدثون بأن حتى قبل اعتماد الميزانية قبل حسم المناصب السيادية يجب التركيز على السيادة الليبية كحق أصيل للشعب الليبي بصفته ممثلين عن الشعب الليبي كما يقول هؤلاء النواب. بكل تأكيد الجلسة لن تكون أبدا جلسة سهلة على السيد عبد الحميد دبيبة، من الممكن أن يتم تأجيل الجلسة لبضعة ساعات كما علمنا منذ لحظات، وذلك تلبية لرغبة عدد من أعضاء مجلس النواب الذين لم يصلوا حتى الآن إلى مدينة طبرق، بالإضافة أيضا لرغبة السيد عبد الحميد دبيبة أن تؤخر الجلسة لبعض الوقت. من المحتمل يكون هناك أيضا جلسة نقاشات مع ربما بعض الناشطين الإعلاميين القوى الفاعلة في مدينة طبرق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية. ننتظر أحداث هذه الجلسة المخصصة والمجدولة الآن بشكل رسمي من قبل مجلس النواب حتى تكون مخصصة لاعتماد الميزانية العامة للدولة لحكومة الوحدة الوطنية بطبيعة الحال. مراسل الغد عبد العزيز الفاخري كنت معنا من بنغازي، شكرا لك.